السؤال الجاي ده السؤال اللي هيفرق بين طالب فاهم وطالب مش فاهم وبيحل وخلاص. من الأسئلة الجميلة اللي في كتاب الامتحان المراجعة، واللي هيقدر يوضح لك إزاي تفرق بين الطول الموجي الخاص بالفوتون والطول الموجي المرافق للإلكترون. كلهم اسمهم طول موجي، ولكن القوانين اللي بنتعامل معاها مختلفة. فتعال نشوف السؤال. إذا كان الطول الموجي المصاحب لحركة أسرع إلكترون يتحرك تحت تأثير فرق الجهد بين الأنود والكاثود في أنبوبة كولج هو لامدا إلكترون، فإن أقل طول موجي لأشعة إكس منبعثة لامدا مينيمم يساوي إيه؟ الأول عشان أتعامل مع السؤال ده هيلفت نظري أنبوبة كولج، وهيلفت نظري كمان أشعة إكس. طيب إزاي بتعامل مع الطول الموجي المستمر، أقل طول موجي مستمر في أشعة إكس؟ بنقول الإلكترون بنطبق عليه فرق جهد كبير، فبيكتسب كاينيتيك إنرجي بتساوي اتش اف سي على لامدا مينيمم. ده الطول، أقل طول موجي في الطفل المستمر. طيب إحنا دلوقتي عايزين نعرف، بيقول لك الطول الموجي المينيمم ده عايزين نخليه في طرف بدلالة الطول الموجي المرافق للإلكترون. فين هنا الإلكترون؟ دي طاقة حركة الإلكترون. ممكن تفتش في طاقة حركة الإلكترون على الطول الموجي المصاحب للإلكترون. إزاي؟ تعال نفكها. هنقول أدي نص ام في تربيع، دي سرعة الإلكترون، بتساوي اتش اف سي على لامدا مينيموم. تمام. طيب عشان نلاقي الطول الموجي المرافق، محدش جاب سيرة الطول الموجي المرافق غير دبراولي وفرد بور. فدبراولي كان بيقول إن اللامدا بتساوي اتش على ام في في، فالفي تيجي مكان اللامدا، يبقى الفي بتساوي اتش على ام لامدا. فانا ممكن اشيل الفي دي واجيب مكانها الطول الموجي، بس الفي دي في تربيع، فاربع دي الاول، يبقى في تربيع بتساوي اتش تربيع على ام تربيع لامدا تربيع، واعوض فوق في البسط ام وتحت في المقام 2، وهشيل الفي تربيع واكتب دول اتش تربيع على ام تربيع لامدا تربيع بتساوي اتش في سي على لامدا مينيمم. خلصت تقريبا المساله. كل اللي عليك انك تخلي لامدا مينيمم في طرف، وساعتها هتقدر تجيبها بدلاله الطول الموجي المصاحب للالكترون وكتله الالكترون كمان. بس الاتش دي هتروح مع التربيع، والام دي هتروح مع التربيع، يبقى لامدا مينيمم اللامدا الخاص بالفوتون هيساوي الطرف المتصل 2 ام اي في لامدا الكترون تربيع في السي على الاتش على الاتش. طيب هل ده موجود في الاختيارات؟ الاتش موجوده في دي اتش ودي اتش. طب تعال نبص على دي، 2 موجوده، ام الكترون دي مش ام في شحنه الالكترون، انا ممكن ما اكتبهاش، اكتبها بالعربي احسن، ام الكترون يعني دي كتله الالكترون. ماشي، ادي كتلة الالكترون موجودة، والسي موجودة، واللامدا اي تربيع موجودة، والاتش موجودة، يبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم ده.